أبرز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة والمحافظين ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. صرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب في مستهل الاجتماع عن أطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم، موجها الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة والمحافظين السابقين لجهودهم المخلصة في دعم مسيرة التنمية التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات واجتياز التحديات خلال الفترة الماضية. كما أكد الرئيس السيسي أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات وكذلك التحديات خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة. وأكد الرئيس السيسي أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية وعلى رأسها الصحة والتعليم، مشددا على الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية. كما وجه الرئيس السيسي الحكومة الجديدة بالعمل على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص. وقال المتحدث الرسمي إن الرئيس السيسي وجه بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومي المصري في ظل التحديات غير المسبوقة التي يموج بها المحيطان الإقليمي والدولي. أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات بتعيين كل من السيد الفريق أول محمد أحمد زكي محمد مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، السيد الفريق أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون العسكرية، السيد المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة مديرا لمكتب السيد رئيس الجمهورية، السيد اللواء محسن محمود علي عبد النبي مستشارا لرئيس الجمهورية للإعلام، السيدة الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية. أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم. وقال عبد الرازق لأعضاء المجلس: شهد دور الانعقاد الرابع مناقشات مستفيضة ومثمرة حول العديد من مشكلات وقضايا الوطن، بذلتم خلالها جهدا مشرفا ووصلتم العمل دون كلل أو ملل للوصول إلى حلول ومقترحات بناءة وموضوعية للارتقاء بكفاءة الأداء في قطاعات الدولة المختلفة من خلال تقاريركم ومناقشاتكم، لا سيما في الدراسات وأدوات الرقابة البرلمانية التي أحسنتم أداءها. ولقد كان لتعاونكم جميعا في أداء مهمتكم الجليلة بالغ الأثر في إثراء الحياة السياسية المصرية وترسيخ دعائم الديمقراطية وحرية الرأي من خلال التفاعل الإيجابي مع هموم وقضايا الوطن ومتابعة الأحداث السياسية التي تجري في منطقتنا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وما يجري في أراضيها المحتلة من انتهاكات وحشية. بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1446 هجرية وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات، فقد تم التصريح بزيارة استثنائية واحدة فقط لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 8 يوليو عام 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 18 يوليو عام 2024، ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.